أهلا ومرحبا بكم في موعدكم اليومي في برنامج هنا الآن. اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016. اليوم نقترح عليكم المواضيع التالية للنقاش: من يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد وهل من حلول؟ البارح في سوسة محاكمة للمتهمين في قضية مقتل لطفي نجذ. سنطرح على هامش ذلك السؤال: هل يكون لطرح القضية بمثل ما شاهدناه البارح في سوسة تداعيات سياسية؟ فرحان بضيوفي اليوم لنقاش مسألة الأزمة الاقتصادية والحلول الاقتصادية الممكنة في البلاد، الأستاذ رياض الشعيبي أمين عام حزب البناء الوطني. مرحبا بك سي رياض. مرحبا، شكرا سيدي. كنت عقدت اليوم ندوة في الغرض. الأستاذ ريم المورالي أمين عام حركة استقلال التونسي. مرحبا بك ريم. مرحبا سي برهان، فرحانين باستقبالكم. الحزب ناشط دبوي قديش توا؟ الحزب تأسس بعد الانتخابات متاع 2014، التأشيرة خديناها في فيفري 2015 وخرجنا للعلن نهار 20 مارس 2015. سرياض غنية على التعريف، مش لازم نحكيه على البناء الوطني. يا ميساج قبل ما ندخل في الاقتصاد خلنا نخربش شوية في السياسة، اندمت على مغادرة النهضة ولا؟ أبدا هذه طبعا خليها لك في الخاتمة بعد باش نفسروها أكثر. قبل ما نبدأ نقاشنا نشوفوا التقرير هدايا ونعود. بعد 6 سنين من الثورة أصبح الاقتصاد التونسي أكبر متضرر وتواصلت مؤشرات الانزلاق نحو المناطق الخطيرة، وهذا ما أثبتته كل أرقام والنسب. انهيار الاقتصاد الوطني وتراجعه يلاحظ في تراجع نسبة النمو من 3% سنة 2010 إلى نسبة نمو لم تتجاوز 1.5% في الخمس سنوات الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع الديون الخارجية ب 21 نقطة منذ 2010 إلى اليوم، ووصلت إلى 56 مليار دولار دون احتساب الديون الداخلية. كل هذا إلى جانب تراجع إنتاج الفوسفات بنسبة 60% وتراجع مداخل السياحة بأكثر من 50%. أرقام مفزعة اليوم بعد تهاوي الدينار التونسي اللي يصل إلى 2.4 دينار لليورو، هذا إضافة إلى ارتفاع كتلة الأجور من 6.5 مليار دولار سنة 2010 إلى ما يقارب 13.4 مليار دولار هذه السنة، أي ما يعادل 40% من ميزانية الدولة. كل أرقام والنسب هذه تلخص تخبط الاقتصاد التونسي وتراجعه وسط قراءات اقتصادية قاتمة ومخيفة أثرت على الوضع الاجتماعي. هاتوا نشوف الأحزاب والوعود الانتخابية متاحة، وخاصة فيما يخص البرامج الاقتصادية. حركة النهضة الفائزة بانتخابات 2011 كان برنامجها الاقتصادي يهدف إلى تحويل تونس إلى مركز مالي إقليمي عنده إشعاع دولي مع تحقيق تنمية جهوية، إضافة إلى العمل على دعم الانفتاح الاقتصادي عبر توسيع المجال الجيو استراتيجي لتونس وتدعيم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وركزت النهضة وقتها على ضرورة توفير منظومة قانونية جديدة تقطع مع الفساد وتحقق توزيع عادل للثروة. في 2014 نداء تونس يفوز بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وكان البرنامج الاقتصادي اللي اعتبروه الكثير برنامج طموح يهدف إلى تحقيق نسبة نمو 6% والنهوض بالتكنولوجيا وتنمية القطاعات رفيعة النمو بإحداث 16 قطب تكنولوجي و800 كيلومتر من الطرقات واستثمار بقيمة 125 مليار في الجهات الداخلية، مع إصلاح المنظومة المالية والارتفاع بتموقع تونس في الاقتصاد العالمي وتحقيق التآزر والتماسك البناء بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الاجتماعي والتضامن. اليوم وفي أرض الواقع ملقينا شيء من زوز برامج الاقتصادية لأهم زوز أحزاب فازوا في انتخابات 2011 وانتخابات 2014. كل الحكومات وعلى اختلاف توجهاتها الحزبية لم تقدر على إصلاح الوضع الاقتصادي منذ الثورة إلى الآن، وبقات كل الوعود الانتخابية مجرد حبر على ورق. فمن المسؤول عن تدهور الوضع الاقتصادي التونسي؟ مباشرة أستاذ رياض، من المسؤول عن حالة الانهيار؟ أولا سي برهان نحب نشكرك على استضافتك الأحزاب الصاعدة اللي ما عادش تلقى مجال كبير الآن في الأعلام حتى تخرج وتعبر على مواقفها ووجهات نظرها تجاه القضايا اللي هي مطروحة في الساحة الوطنية، رغم اللي الصواب
ليس مرتبط بالحجم ولا بالعدد. ممكن تلقى راي عند جهة ما عندهاش انتشار كبير وما عندهاش حضور سياسي كبير، ولكن راي نجم يفيد البلاد. ولذلك مهم جدا أنه نستمع لبعضنا وأن تكون ديما قنوات الحوار مفتوحة. دونك شكرا لك على الاستضافة. شكون يتحمل الأزمة؟ الحكومة قالت لنا الفئات الضعيفة اللي لازمها تتحمل الأزمة، تتحمل الكلفة، لأنه ميزانية 2017 حملت العبء الكبير على الأجراء وعلى المستهلكين، وإحنا نعرفوا المقدرة الشرائية للمواطنين. زيادة الضرائب بمعدل 4 و5% على أصحاب، يعني على أصحاب الجرايات، وتجميد الأجور كما هو في 2017، وتجميد التشغيل، كله يحمل الفئات الضعيفة فقط كلفة الأزمة الاقتصادية. وقت اللي هالفئات الضعيفة هذه كان دائما ضحية من 2011 وإلى حد الآن، دائما الإجراءات الاقتصادية التي تتخذ هي على حساب هذه الفئات، وهذا الحقيقة فضلا على عدم جدواها الاقتصادية. كيف ما اليوم سي رضا شكوندالي في الندوة السياسية اللي نظمناها حول ميزانية 2017 بين ذلك، وكيف بينوا كثير من الخبراء، فضلا على ضعف الجدوى السياسية لمثل هذه الإجراءات، ضعف الجدوى الاقتصادية لمثل هذه الإجراءات، فإن الكلفة الاجتماعية باهظة وباهظة جدا، وتهدد في العمق الاستقرار الاجتماعي والاستقرار السياسي اللي إحنا أحوج ما نكون ليه في مثل هذه المرحلة. واضح. لكن في تقديرك قبل ما نعطي الكلمة للأستاذ ريم مورالي، إيش هي البدائل؟ تقريبا الناس كل مجمع على التوصيف صعوبة الوضع. الحكومة تقول أنا نتحرك في حيز وهامش من المناورة ضيق وضيق جدا. ما العمل وما البديل في نهاية الأمر؟ هو حتى نقوله شنو البديل، لابد أن نتوقف على مواطن الخلل، وخاصة نحكيه على ميزانية 2017، وإن كانت ميزانية 2017 هي ترجمة لخيارات جات في الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي 2016-2020. في ميزانية 2017 أين يكمن الخلل؟ الحقيقة احنا حوصلنا ثلاثة جوانب يكمن فيها الخلل. يكمن الخلل أولا على مستوى غياب الرؤية المنهجية للميزانية، ما ثماش عقل اقتصادي عنده أهداف اقتصادية واضحة هو الذي صاغ الميزانية. الميزانية صيغة حسابيا، يعني خلينا نقوله كأنه ديكيسي هما اللي صاغوا الميزانية، زيدنا هنا نقص لهنا، شنو حاجياتك شنو كذا، بدون أي فلسفة، بدون أي روح، وبدون أي أهداف ممكن تتحقق. وهذا مشكل كبير اليوم نواجهه فيه، لأنه ميزانية مناش عارفين وين مش تهزنا. يعني ميزانية كما اللي نشوفه فيها الآن، أرقامها ونسبة العجز اللي هو موجود فيها ما ناش فاهمين هل هي ميزانية تقشف أم لا. الحكومة قالوا لنا لا ما هيش ميزانية تقشف، لكن الإجراءات اللي فيها هي إجراءات تقشف. تجميد الأجور والانتداب وغيره من الإجراءات هي إجراءات تقشف، وفي نفس الوقت نلقاو إجراءات معاكسة، يعني كونتراديكتوار. اليوم نلقاو ميزانية تضغط على الأجور وتضغط على المقدرة الشرائية وتزيد ب 25% لوسائل المصالح اللي يتسمى في الميزانية بقانون الامتيازات للي بي دي جي وللمديرين العامين. هذا موجود في قانون الميزانية؟ موجود طبعا. كان 3.1 مليار في الميزانية 2016، الآن أصبح 4 مليار. هذا متأكدين منه سيد رياض أنه في الجانب هذا خطر مهم، راهو مهم نقل عن قانون المالية طبعا. طبعا لا أنا أعطيك في أرقام والسادة المشاهدين ينجموا يرجعوا، الميزانية منشورة الآن وينجموا يرجعوا لهذا. 3.1 ميزانية وسائل المصالح، يعني وسائل الإدارة كما نقولوا احنا، ارتفعت في الميزانية هذه إلى 4 مليار دولار، 4 مليار دينار معذرة، بزيادة حوالي 25%. وهذا ملفت، يعني أنت إذا هي ميزانية تقشف الأصل فيها أنك تضغط على المصاريف مش أنك تزيد المصاريف. وفي نفس الوقت يقول نجمدوا زيادة في الأجور، وكلفة تجميد الزيادة في الأجور هو 700 مليون دينار. إذا أنت مش تنحي 700 مليون دينار للشهارة للناس اللي تعدي 15 يوم من الشهر والبقية تعديه في الروج وبالسلف والله أعلم بحالهم كيفاش، باش وين تمشي تصرفوا؟ تصرفوا في وسائل المصالح، في الامتيازات، في السيارات، في كذا في كذا في كذا. طبعا هذا غير معقول، فإحنا لابد من الوقوف على هذا. يعني أنا النقطة هذه الأولى هي نقطة الخلل المنهجي على المستوى الميزاني. الثانية هي سوء التقدير، لأن الميزانية مبنية على فرضيات وعلى تقديرات للأسف ما هيش واقعية. اليوم الحديث على أنه إحنا نجمو نزيدوا في الموارد الجبائية للميزانية بنسبة 15%، وقت اللي هي في سنة 2016 زادت بنسبة 2%.
مش معقول، هذا مش منطقي، مش ممكن. أنت باش نجم توفر المبلغ هذايا وبالإجراءات اللي رفضتها أغلب القطاعات، للمحامين رافضين، الطب رافضين، وهكذا وهكذا. فهذا مشكل كبير. المشكل الثالث هو مشكل الفساد. ما ثماش توجه جوهري وأصيل داخل الميزانية لمقاومة الفساد. هذا قلتوه وسجلته يعني كخلاصة. نعم. بالنسبة للندوة تنزيد مفصله معك كعنوان وحده مفصل في قضية مكافحة الفساد. دعني أنقل نفس السؤال للأستاذ ريم مورالي. يعني سيد ريم، تقييم هالوضع يكاد يكون شبه إجماع، لكن الضفة الأخرى، الحلول البديلة هي اللي غايبة مجال هذا. من ناحية المنهجية، باش ناخذ الكلام اللي قاله سي رضا اللي يعتمد مصطلح المنهجية. سي رياض وقت يقول المنهجية، المنهجية في التقييم ولا في 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 المقاربة نتاع القانون المالية. قبل هذا يلزمنا ناخذ ما اعتمدناش منهجية دقيقة في تشخيص الوضع، الوضع اللي وصلنا له. احنا باش وصلنا الميزانية كارثية كيف ما الميزانية هذية متاع 2017 للوضع الاقتصادي الكارثي، للمالية العمومية اللي اليوم في حالة عجز. هذية جاء نتيجة لتراكمات، والتراكمات هذية ما حدثتش هكا، ما كناش قاعدين قمنا لقينا الكاسة فرغت تتعدى علي بابا هز الكل، لا، فما تسلسل، فما تراكمات صارت. اليوم باش نلقاو الحل الصحيح وباش تنخرط معاك المجموعة الوطنية، يلزم قبل كل شيء نحدوا المسؤوليات. واللي قاعدين نشوفوا فيه توا عنا من الانتخابات إلى يوم الناس هذا، الناس الكل هاربة من تحديد المسؤولية. قبل ما تنجم أنت تعدي ميزانية ما، ومهما كانت الميزانية ومهما كان التمشي ولا البرنامج الاقتصادي اللي باش نقترحوه ومهما كانت الرؤية المستقبلية، يلزم قبل كل شيء الدولة تسترجع مصداقيتها، وهذا عنصر أساسي وحتى حد ما يحكي عليه، لا كريديبيليتي دو ليتا. اليوم أي إجراء، أي ريفورم، أي مبادرة تخرج من الإدارة فما رفض، ورفض يكاد يكون كلي. علاش؟ ريزيستانس. علاش؟ على خاطر ما فماش مصداقية، على خاطر لليوم من 2014 وإحنا نحكيه على مصارحة بالأرقام، لكن هالمصارحة بالأرقام تجي مغلفة. نساعدوا في بعضنا لتوا، حبينا نحدوا المسؤولية وكل واحد يتحمل مسؤوليته. زي مثلا شو تقصد بتحديد المسؤولية؟ احنا في 2010 في 2011 خلينا نقولوا من غدوة، من 14 جانفي، الكاسة فيها 5200 مليار. نسبة المديونية ما كانتش تتجاو، نسبة البطالة ما تجاوزتش 10%، اليوم عنا 16%، اليوم عنا 630 ألف عاطل عن العمل. نسبة المديونية ما كانتش بالحجم هذا، نسبة المديونية ما وصلتش للحجم اللي وصلت له توا، توا وصل 63% من البي بي. عملنا ان بون دو 10% في عام. احنا عدينا نسبة، حتى حد ما يحب يتطرق شنو اللي مثقل كيه الميزانية وعلاش وشنية الأسباب، حتى حد ما حب يجي لليوم يقبل باش يعمل اونوديت. اليوم التونسي شي يقولك، يقولك انت صار تدفق ميزاب فلوس صب على تونس بعد 14 جانفي تشجيعا للانتقال الديمقراطي وللثورة المجيدة المباركة اتسيتيرا. هي وينو هذا؟ علما وكونه لليوم هالمصروف اللي تصرف هذايا الكل مقابله ما فما حتى مشروع استثماري. ونعطيك اليوم سي رياض يحكي على دعم اللي صار للإطارات العليا، لكن في الدولة، لكن فما ان شيفر، فما رقم مهم جدا، هي الميزانية المرصودة للانفستيسمون للاستثمار اللي هي 2 مليار أكهو في قانون المالية في جديد. قانون المالية جديد. أنت اليوم تحب تخلق اون ديناميك، تحب تخلق ثروة وتحب تخلق نسق اقتصادي، لكن ما توليش الميزانية اللازمة والاهتمام اللازم باش تخلق عجلة تمشي
وباش نعاودوا ناخذوا المصطلح نتاع حط العصا في العجله، توا العجله ما عادش فما جمله. لا فما العصا والعجله، توا العجله ما عادش. العجله والكرينتي. والكرينتي. دونك اليوم حتى حد ما حب يجي يقول حتى سي يوسف الشاهد خذاه هكا تحلى بنوع من الشجاعه، قدم الارقام قدمها في سي دي في سيديات حسب ما بلغنا للاتحاد، لكن باش تنخرط معاك المجموعه الوطنيه، انت طالب من الشعب باش يضحي، انت طالب من تقول لازمنا نقفوا لتونس، باش نقفوا لتونس يلزمك تكون قد المسؤوليه ويلزمك تحط كل واحد قدام مسؤوليته. جوستومون مثلا شنو قصد جوستومون به في 2011 كما قلت فما 5200 مليار وفما ميزانيه كامله ما تمستش، شنو صار فيها؟ خذينا قيمه 30 مليار قروضات، شو عملنا بيهم؟ كيفاش ترصدت؟ اون ايو ريكور ا 3 ابوي بيدجيتير، لو بروميي اول ابوي بيدجيتير صار في 2011 وقت اللي يقول القايل واش حاجتك بيه انت ابوي بيدجيتير من عند البنك مونديال، انت حليت الباب من وقتها، علاش؟ شو وصلنا لهذا؟ باهي سيد ريم، حاب نسالك سؤال، ليندرا مش قاعدين لهنا تحبوا تلبسوا المعضله الاقتصاديه خلافاتكم السياسيه؟ علاش؟ خاطر من الواضح انت تحكي تلميحا، خليني نقول لك تصريحا، انت تحب توا نحلوا المجال نتاع محاسبه في الجانب التعامل الاقتصادي من 2011 واحنا هابطين، حكومه الترويكا، الحكومه اللي قبلها واللي بعدها. اليوم البلاد وقفت للزنقة. ليندرا اليوم ايوا باهي حملت المسؤوليه، هي بري، عملت لوديت، هي بري، رقيت التجاوزات، ايوا من بعد. كل واحد يتحاسب يا اخي، مو حاسبنا ناس احنا في قبل 2000. شوف شنو اهميه ذلك بالنسبه للاقتصاد، بالنسبه للمواطن التونسي اللي قاعد يستنى في هاك تشوف فيه انت المواطن التونسي اليوم وقت اللي جيت قلت له انت راني باش نثقل على نثقل عليك في الجبايه، قال لك لا، جيت للكوربوراسيون نتاع المحامين قالوا لك لا، جيت للطب قالوا لك لا، علاش؟ علاش؟ مو نسألوا بعضنا علاش؟ علاش حسب اليوم تجي انت للشركات، الشركات قلنا لهم باش يعملوا مساهمه ظرفيه في الميزانيه باش يزيدوا شويه في الـ في الـ في الامبو ظرفيا، جوش باش نعديوا هالعقبه هذه، خلينا نتكلموا بالدرجه باش الناس تفهمنا. الناس كل رفضت، علاش؟ على خاطر فما ضبابيه، خاطر الناس ايجا اليوم اطرح، ما قلتلكش لحط الناس في الحبس لحد شيء، اما حدد المسؤوليات. قول راهو فما وقع، رانا غلطنا، رانا احنا مده الخمسه سنين اللي تعداو نسبه لا بروغريسيون دو لا ماس سالاريال تعملت بنسبه 5% كل عام، 10% سامحني كل عام، ونسبه القروض زادت 5% كل عام. واضح واضح. انت تعرف اللي اليوم الناس كل تتشكى وتقول الإدارة وإعادة هيكلة الإدارة والإدارة وإعادة هيكلة الإدارة، ميزانية متاعنا اليوم خرجت ناقصة شهرين. هذه مشكلة في ميزانية 2017، برشا وزارات قال لك فيها فجوة، كما قال سيرياد وكأنها تعملت بعقل كيشي مسرع باش يسكر وكذا لدرجة علاش بعقل كيشي؟ علاش مش استجابة وتوا نعملوا من بعد اون لوا كومبليمونتيغ استجابة لمطلب الإف إم إي اللي طالب منك باش لا ماس سالاريال نتاعك ما تتجاوزش حد معين اللي هو المطروح هذا. يعني نجم يكون مقصود أن وزارة نعمل لها ميزانية نتاع 10 شهور مش 12 شهور. احنا مشكلتنا اليوم في تونس اللي كل شيء دون لابروكسيماتيف، حتى شيء ما يمشي حتى للآخر، ديما عندنا سياسة نساعدوا بعضنا ونسيسوا بعضنا وجينا تحت قبة التوافق وقعدنا غادي. ليه؟ ماهوش حل. اليوم المواطن احنا قاعد مالوغوزمون النخبة السياسية الموجودة الحاكمة اليوم ما عايشة منفصلة تماما عن الشعب التونسي. هبطوا شوفوه اسمعوه اش يقول لك الشعب التونسي، يقول لك إلى متى هو ماخذاه واحنا ما لينا شيء. باهي واضح. سيد رياض هذا منطق موجود واكيد تستمعوا ليه في الساحه السياسيه اليوم وحتى في الاعلام وحتى في كذا، يقول لك خويا ما تنجم نعالج الا ما نشوفوا الاسباب. ليندرا تعليقا على كلام الاستاذ ريم مورالي، هل هذا وقته في تقديرك؟
والا اليوم الله غالب الناس كل تحمل مسؤوليه وما علينا الا نمشيوا لقدام نشوفوا كيف ننقذوا ما يمكن انقاذه. هو احنا خلينا نتفقوا على مفهوم المسؤوليه باش نجموا نفهموا بعضنا. ثم مسؤوليه قانونيه ومسؤوليه سياسيه. اعتقد مش المقصود لهنا هو المسؤوليه القانونيه، لانه المسؤوليه القانونيه ثم قضاء وثم مؤسسات، اذا ثم تجاوزات طبعاً كل واحد يتحمل مسؤوليته، هذا ما نجمش حتى واحد يدافع على الفساد في هالمرحله هذه. المسؤوليه السياسيه، شكون اللي حاسب على المسؤوليه السياسيه؟ هو جمهور الناخبين. ما نجمش انا اليوم، نجم انا نجي نتهم اليوم النهضه، نتهم النداء، ونوضح بعض الحقائق المخفيه اللي ماهيش معروفه، نكلم الناس، نحاول نرفع من منسوب الوعي، هذا كل فاعل سياسي واجتماعي ومدني وغيره هذه مسؤوليته. ولكن في نهايه المطاف اللي باش يحكم هو جمهور الناخبين. نهار اللي نوقفوا في الانتخابات توا الناخب بشوي بشويه توا يرشد اختياره، وتو يولي يعرف شنو يختار. هذا جربناه 5 سنين 10 سنين ما مشاش، نجربوا غيره. في بالي هذا مفهوم المسؤوليه السياسيه، باش نبعدوا شويه على منطق الاتهام المتبادل، باش ما نقعدوش فك الجدل السياسي والشارع والواقع قاعد يفلت منا. يعني فقط لهنا، وانا متفق معاك يعني في الكلام اللي قلته استاذه. اليوم الحديث على الواقع اللي احنا فيه يستصحب ربما انه راهو الازمه الاقتصاديه هي مظهر من مظاهر ازمه عامه عايشينها في البلاد، او خليني نقول مظاهر انتقال متازم قاعدين عايشينه، ماهوش انتقال سلس. في ثم فاعلين سياسيين في الساحه واحزاب سياسيه اختارت التوافق واعتبرت انه التوافق هو المخرج من هذا الانتقال المتازم. مانيش باش نحكي عليه في جانبه السياسي، باش نحكي عليه في جانبه الاقتصادي. انا كي ندخل الموقع نتاع صندوق النقد الدولي ونلقى تقرير يقول أن التوافق في تونس تحول الى غطاء لحمايه الفساد، هذا موجود في موجود تقييمات يعني صندوق النقد. طبعا يعني هذا موجود تقرير، هذا موجود موجود على الببليك هكا بالوصف الدقيق. هذا عنوانه، هذا التوافق اصبح غطاء، اصبح غطاء لحمايه الفساد في تونس. هذا تقرير 2015 او بدايه 2016، يعني مش جديد، عنده توافق تقريبا عام بهذا العنوان، هذا هو عنوانه. يعني وقت اللي نشوفه احنا تقرير من هذا النوع حقيقة نصاب بخيبة الأمل، لأنه احنا الناس اللي كانوا باستمرار يحكيون على التوافق السياسي يقولون هو المخرج وهو الحل ويزينا من الصراعات، وهات نعملوا توافق ونختاروا خيارات ونمشيوا فيها للقدام. شوية نلقاو التوافق هذايا على حساب مصالح وطنية مهمة وحساسة، وخاصة في موضوع من أهم وأخطر المواضيع اللي هو موضوع الفساد. سيد رياض، فيما وراء نقلك لما ورد في 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 رؤية صندوق النقد، هل تتبنى ذلك؟ هل يعتبر رياض الشعيبي حزب البناء الوطني أن التوافق بالفعل اليوم يعني هزنا لثنايا غير إيجابية؟ يعني البناء الوطني ينظر باحتراز للتوافق اللي عايشه به البلاد اليوم يعني سياسيا؟ أنا ما نحبش نعمل البيوز وما نحبش نقول كلام كبير، لكن خليني نعبر بجمل عما انا مقتنع به في هذه اللحظه. ممكن وقت اللي قريت التقرير في وقتها حسيت بشويه مبالغه، كانت غايبه علي كثير من المعطيات. انا نقول الان ان هناك، ليس هناك توافق، هناك تواطؤ لحمايه الفساد. هذا الان موجود، هذا ما تصفه سياسيا اليوم، هذا سياسيا الان الموجود، يعني لانه بين النداء والنهضه تواطؤ. هناك كلام كبير، هناك تواطؤ سياسي الان موجود في البلاد لحمايه الفساد، وتتكشف الملفات في المستقبل. ربما ماهيش مهمتي انا الان باش نتحدث على ملفات بعينها، ولكن في المستقبل ستتكشف الملفات، وانا هنا عندما اتحدث اراهن بمصداقيتي على الموضوع، لا مانيش هارب معناها من البلاد، ومانيش مش نمشي نخبي وجه. غدوه مش نرجع، وبعد غدوه مش نرجع نتحدثوا في الموضوع من اول وجديد. الان للاسف هناك تواطؤ سياسي للتغطيه على الفساد ولحمايه الفساد تحت مسمى مصلحه استمرار التوافق. حتى نحميه التوافق لابد ان نغض الطرف عن تجاوزات قاعده تحصل في الواقع بمليارات الدينارات. تجاوزات فساد قاعده تحصل في اماكن متعدده. ربما ما عادش سر الان الحديث حتى على موضوع اقاله سي حبيب السيد وارتباط اقالته بربما تدخله او حديثه في بعض ملفات الفساد الحساسه اللي موجود، وهذا حديث متداول بشكل واسع، وانا عندي بالنسبه لي انا معطيات، مش مجرد حديث وهمسات في التريك. لا، هذه معطيات. يعني الان التوافق كما قلت لك اللي كنا نتخيله او نأمله ان يكون جسر يخرج بينا من هذا الانتقال المتأزم
اللي قاعدين نمر به الآن، أصبح التوافق في حد ذاته هو عائق من عوائق حصول هذا الانتقال، من خلال كما قلت في موضوع الفساد وفي غيره من المواضيع. ولكن ربما الموضوع اللي يهم الناس أكثر هو هذا الموضوع، لأنه للأسف إحنا اليوم قاعدين نخسر في أكثر من 50,000 موطن شغل سنويا بسبب الفساد. نخسر من 2 لـ3 نقاط نمو تنمية نمو سنويا بسبب الفساد. البنك الدولي عمل تقرير في 2014 يقول فقط ميناء رادس لو يقع القضاء على الفساد في ميناء رادس ويقع إصلاحه وإعادة هيكلته يوفر للدولة ما بين نقطة ونقطتين نمو سنويا. وهذه تقارير منشورة على فكرة، معناها ما هيش معطيات سرية ولا جايبينها من، هذه معطيات موجودة على النت، أي واحد ينجم يدخل ويتأكد من المعطيات هذه باش نفهمه فقط حجم الفساد اللي هو موجود في البلاد والمستشري، وأهم من هذا الكل علاقة هذا الفساد الاقتصادي والمالي بالمنظومة السياسية التي تحكم الآن. ولكن لماذا سيد رياض قبل ما نرجع للأستاذ ريم، يعني ما تشعرش أنك قسوت كثيرا على التوافق؟ شي يقول لك هو التوافق يعني عندما تتحدث إلى النداءيين أو النهضويين بالأساس، خاصة في حركة النهضة في الدفاع على صيغة التوافق أكثر أحيانا من النداءيين، يقول لك في نهاية الأمر لا تأخذني بعجزي الاقتصادي لكي تحكم علي سياسيا، أنا على الأقل يعني تخيل كلفة ألا توافق. إذا كان كلفة التوافق اقتصاديا مصاعب مثل نعيشها، فلتتخيل كلفة ألا توافق على مستوى سياسي. يقول لك على الأقل حققت حد أدنى من استقرار، صحيح لم يبنى عليه اقتصاديا الآن، غدوة ينجم يبنى عليه. الوضع الأمني لولا هذا التوافق، يعني يقول لك كنا نجم نمشيه في مسارات أخرى، والأسوأ ليس لديه قاع، الأسوأ راه نجم نوصل أكثر. يعني لماذا نقصوا إحنا في عملية على التوافق يعني علاش يعني وكذا، مش فاهم شو علاقته بالموضوع الأمني. الموضوع الأمني تحسن، يعني ممكن نحكيه على الاضطرابات الاجتماعية، ممكن نحكيه على الملف السياسي، أما في بالي في يعني ما أعتقدش أنه الموضوع تحسن الوضع الأمني مرتبط بعملية التوافق. أعتقد أنه نوفر مناخ نوعا ما ثقيقة بين مختلف الفاعلين الموجودين في عملية التوافق هو اللي يقف وراء العملية الإرهابية. هذا المنطق البسيط اللي يفهمه أي مواطن، ما أعتقدش أنه عنده علاقة الحقيقة. أنا نشوف أنه المؤسسة الأمنية تحسن أدائها، يعني بغض النظر على طبيعة التوافق السياسي اللي حاصل، معناه بالنسبة ليك لا علاقة لها التوافق السياسي ربما إذا خدم حاجة خدم حد أدنى من الاستقرار على مستوى المؤسسة الأمنية اللي مكنها باش تخدم، هذا هو معناه. ممكن في الجانب هذا ممكن. شوف، ما ثماش حتى معنى للانتقال السياسي إذا لم يكن مترابط جوهريا بالانتقال الاجتماعي. يعني إحنا نخبة قعدنا مع بعضنا وتفهمنا وقسمنا بيناتنا الأدوار، وبرا أنت الدورة هذه في الحكم وأنا في المعارضة، وطو الدورة الجاية نبدلوا الأدوار. ديمقراطية أفقية ما عنده حتى معنى إذا لم تتصاحب بانتقال اجتماعي حقيقي في الواقع. اليوم الأرقام الاجتماعية على المؤشرات الاجتماعية كلها أرقام نازلة، كلها أرقام سلبية. اليوم أهم مهمة وأهم مفهوم ربما خرجنا به من الثورة، وأعتقد أنه ينجم يكون هدف وطني ممكن نخدم عليه، اللي هو مفهوم الإدماج الاجتماعي. اليوم إحنا فشلنا في الإدماج الاجتماعي. وقت اللي نسمعه كل أسبوع بشاب يحرق نفسه ولا ينتحر، وقت اللي أنا زرت القصرين عندي أسبوعين ولا 3 أسابيع لقيت حالة من الإحباط ومن اليأس ومن عدم الشعور بالانتماء الوطني العميق موجود عند الناس في القصرين وفي سيدي بوزيد. وأنا كنت في زيارة قلت لك عندي أسبوعين ولا 3 أسابيع كنت نشوفه جهات كاملة حاسة بهذا التهميش. نقول أنا مهمة الدولة الوطنية اللي هي تحقيق الإدماج والاندماج لكل الفئات ولكل الجهات فشلت فيه، مش فقط هذه المرحلة يعني تاع 5 سنوات. فهذا يخلينا نشوفه مخاطر كبيرة إذا لا قدر الله ما حاولناش نتدارك ونتجاوز هذه الصعوبات وهذه المخاطر، فإنه لقدر الله ممكن المستقبل يحمل لنا كثير من المفاجآت غير السر. كنخبة سياسية تقود في البلاد وإلا تقوم بدور المعارضة، وهم سوا في هذا الموضوع. واضح. اليوم تصديقا لقولك الشاب التونسي فقد الإحساس بالانتماء، إجا نمشي ونشوفه هوني من غير ما نمشي ولا لسيدي بوزيد للقصرين هوني في تونس العاصمة. يزمك تعرف اللي فما كل أسبوع 15 شاب يحرقوا في زودياك طامعين باش يحققوا أحلامهم
في الضفة الأخرى من المتوسط. تونس اليوم ما عادش يحسوا فيها إحساس بالانتماء، وهذا إحساس فظيع جدا، كونك تحس روحك غريب في بلادك. وهذا يا شباب عمره مازال ما تجاوزش 25 سنة. أي ولكن سيدة ريم في نهاية الأمر التوصيف مهم، هي البدائل يعني. دقيقة يعني خلنا نسأل سياسة شوية، سياسة يعني كلاكما سي رياض والأستاذ ريم من أفاق سياسية مختلفة، مختلف لحد التناقض. سي رياض يعني عائلته السياسية يعني السابقة اللي تربى فيها وكان أحد رموزها في حركة النهضة، معناها ثم خذا مسافته. أنت كيف كيف جاية من العائلة الدستورية والكذا، يعني ما تلقاوش مفارقة أنكم على الأطراف تلتقيوا في نهاية الأمر في إدانة حاجة اسمها توافق؟ يعني كومون سا سفي أنه في نهاية الأمر التحليل على الأطراف ينتهي إلى لقاء أنه بالنسبة لكم أم الخسائر وأم الأسباب هي التوافق؟ هل هذا معقول؟ هاو باش نعطيك أنا ليدوكاسيون باغ اكزومبل، معناتها باش نعطيك مثال حي. البارح كان هوني في هنا الآن سي شوقي طبيب وتحدث على كلفة الفساد بالصفقات العمومية اللي هي تفوق 2000 مليار. الباب المدخل اللي صار وتحط في 2011 وتحل على مصراعيها صار بمنشور عدد 64 صادر عن سي حمادي الجبالي في الفصل الثالث منه، يحل يرفع السقف نتاع الصفقات العمومية اللي باش تلجأ للجنة. لكن اللي أهم من هذايا الكل، في البند الثالث نتاعو يحل الباب لتوسيع حالات إبرام الصفقات العمومية عن طريق التفاوض المباشر بدون حتى ضوابط. الوثيقة هذية جاتني من عند الإدارة متاعنا، فيها جرد صغير مش كبير برشا، الحجم الفساد المدخل متاعه هو هذا. لو أنت جاي تعمل في منتدى للاستثمار ووصلنا في تونس عندنا ثلاثة هيئات للفساد لمكافحة الفساد، مش هيئة، ثلاثة. المستثمر الأجنبي اللي أنت تعيط له كيف يلقى ثلاث هيئات مش هيئة، يقول لك هذا مش مستشري مش مستفحل، هذا عايز في الدنيا فسادا. شنو هو المساج اللي أنت تحب تعديه به؟ وأنت كيف جيت أول سينيال هو كونك تبدأ ساعة إدارتك قبل ما تخرج البرة. أنت الإدارة ما تجيش رأي السياسة مكافحة الفساد، ما تجيش لا بالهاو تو ولا هاو بش. اللي عنده سلطة الإدارة، سلطة الدولة يفعل. إيه ولكن بربي خلنا نتفاعل معك. أنت اليوم عندك قانون معروض، هو قانون الدفع الاقتصادي اللي نحبه، مش فقط القانون اللي تحكي عليه أنت في 2011. وأنت تدرك أن مثل هذه القوانين يعني هي موجودة لمقاومة حاجة اسمها بيروقراطية إدارة زادة قتلت عديد المشاريع، فدت الناس، وتعرف أنت التضييق اللي يعانيها المستثمر. يعني كان مدخل الابتزاز سيدة ريم في نهاية الأمر، حتى أنت ما قبل 2011 تدرك ذلك جيدا أنه كان زاد مدخل. هاي القوانين ما كانش تسمح بالجري أجري مش بالحجم هذا. أي ولكن التسكير، أنا كيما التسكير الكبير ينجم يكون لي يعني طريق وجسر نحو الفساد، كيما أيضا الحلة كيما يعني تحل الباب على مصر عايزة. يعني ما نحكمش على اليوم الاقتصاديين يقول لك أنا ما أنا يزي البيروقراطية راهي فدتني، خلينا يا عندي ثقة يا عندي ثقة في اللي نفوض له سلطة النظر في المشاريع هذية اللي هو منتخب، فما مؤسسة تراقب فيه، يا مش لازم زادة ما هو كل شيء معطل. يعني لماذا يعني نريد إصباغ خلافات سياسية في النظر في قضايا اقتصادية ومسائل فساد؟ خليني أقول لك، يبدو أنه أصبح يجمع الجميع. أي هو يجمع أي الجميع. معناها الناس كل دون طرف، يعني لا نحط ولا على الطرف لا على ذاك الطرف. هوني نرجع للكلام اللي قاله سي رياض، اللي المشكل هنا اللي هو كل واحد يتعدي في إطار التوافق هي تعدية المشعل في موضوع الفساد، ساعدني ونساعدك. وهذاك علاش ما لقيناش حل، وهذاك علاش نرجع للكلام اللي قلته لك من الاول. المواطن التونسي اللي انت طالب منه باش كونه هو يتفاعل معاك ايجابيا
في ضغط على الميزانية، في تقديم تنازلات، في تقديم تضحيات. كيف يراه هذا مواطن تونسي يعيش؟ يتعامل مع الإدارة، يتعامل مع الشارع، يتعامل مع الفارماسي، يتعامل مع الطبيب، وهلو ما جرى معناتها نجم نعطيك سلسلة متاع المعاملات اليومية. كيف يراه في هذا ويعاين فيه يوميا وانت طالب منه باش هو يعمل لفوق؟ ما ينجمش. وهذاك علاش نرجعوا للنقطة الأولانية، هي مصداقية الدولة. مصداقية الدولة واستعادتها هي في نهاية الأمر كله. تسمح لي أي تفضل سيريان. يعني يظل يعني مصداقية الدولة ومش هيبتها راهو خاطر سيتان تيغم قلفودي. حتى كلمة هيبة الدولة مصداقية الشعار هذايا طاح. فهمت فلا علاش قلت سيتان تيغم قلفودي تهريته. يعني لكن خليني نقول اللي شاهدنا اليوم، يعني ضمن ما يمكن أنه يحترز تجاه كلامكم وكلام بقية السياسيين، أنكم في نهاية الأمر قاعدين ما كمش خاسرين، وبكل راحة تطلقوا في إنشائيات مكافحة الفساد باش يرجعنا. أي مسهلة هي الحكاية. أي اليوم شنية البدائل؟ اليوم شنية البدائل العملية؟ شنية العقل؟ العقل اللي أنت لمت حتى اللي حط الميزانية دون عقل، دون فلسفة، دون عقل اقتصادي. خيارات نجم نمشي معك، قل لي قدني إلى جهنم، المهم أعطيني رؤية، ما عندي حتى معك مشكله. قل لي انا باش نمشي في ليبراليه متوحشه، باش نعمل هكا وهكا. هذه ما يغيب على كلامكم. انت تقول لي لازم مصداقيه، هي نيتو جميل جدا. كيف باش ترجع الدوله لمصداقيتها؟ يعني خطه عمل شنو هو الطريق؟ هو سي برهان الساعه انا نحب نتفاعل مع الاستاذه شويه. راهو لوبيات الفساد ما تغيرتش، هي نفسها قاعده تشتغل من النظام القديم واستمرت وتستفيد من كل الحكومات من خلال ترتيب العلاقات مع مختلف الحكومات، واستمرت في نفس الكرينو، في نفس المفاصل موجودة وقاعدة تستفيد، لأنه اللوبيات هذه لا دين لها ولا هوية سياسية لها. يعني ثم فساد سياسي اقتصادي وثم فساد اقتصادي مالي. احنا نحكيه الآن على الفساد الاقتصادي المالي. هذه لوبيات ما عندهاش هوية سياسية ولا عندها، بالتالي على هذاك في ساعة يتلونه. يعني اليوم اللي يفوز بالانتخابات مهما يكون هويته السياسية إلا ويتحالفوا معاه ويدخلوا معاه في تعاقدات، لأنهم يحبوا يحافظوا على مصالحهم. بالنسبة لهم هم الموجه ديما هو المصلحة، ما عندهمش غير هذا. ولذلك استمروا واستطاعوا أنهم يستمروا على امتداد 5 و6 سنوات، وإحنا ما شفناش طوال 5-6 سنوات هذه ملفات جديدة على ناس داخلين جدد على الساحة السياسية وإلا على الساحة الحكومية عندهم ملفات فساد. ما شفناش إلا ما نعرفش، أنا ما نذكرش، بكل أحوال ثمش حالة والاثنين ما نعرفش، لكن ما نذكرش. كل الملفات هي ملفات مستمرة من النظام السابق، واستمرت في ديكرينو في مفاصل معينة يا سي سويت، واستمرت إلى حد الآن. منهم اللي انقطع خوفا وتوقف خوفا لأنه خايف من ثقل الملفات القديمة، ومنهم اللي ما زال يعمل إلى حد الآن، وفي كل مرة يتكشف وجه من هذه الأوجه. بالتالي حتى نجم نشخصه، لأنه ما كانش نوليه ونحكيه على فساد وكأنه شيء هلامي ما نعرفوش، ما ناش قادرين باش نحددوه، ما ناش قادرين باش نحاصروه. لا لا، راه مش صحيح، موجود ومعروف وتشوف فيه الناس الكل أشخاص وعقليات. زاد باش نزيد نطور شوية أستاذة، هو أشخاص وأيضا عقليات وذهنيات. يعني اللي كان ياخو رشوة موظف قديم في إدارة، وقت جاء الموظف الجديد ورث العقلية، وإذا معناها مارس نفس الممارسة، بالتالي هو أصبح أيضا ياخو رشوة. بالتالي الاسترسال هو على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الذهنيات والعقليات. كيفاش نصلحوا هذه؟ بالضبط. شوف، اولا لابد من الاراده السياسيه قبل كل شيء. ساعه قبل ما نحكي على هيئات الفساد وعلى الهياكل لتقاوم الفساد، احنا عندنا في تونس الهيئه الوطنيه لمقاومه الفساد، وعندنا هيئه الرقابه الماليه والاداريه، وعندنا دائره المحاسبات، وعندنا مش عارف شنو، يعني عندنا هيئات متعدده أرسنال. ولكن هذا كله ما جابش حتى نتيجه لسبب بسيط جدا، وهو ان الاراده السياسيه غير متوفره. ثماش إرادة سياسية، وعلى ذلك أنا سميته تواطؤ. في البداية كنت نقول إرادة سياسية ماهيش متوفرة، ربما بناء على توازنات مصالح، ما ندخلش توا في حرب ومعركة مفتوحة ضد الفاسدين والفساد، ربما هذا يتسبب لي كما كنت تحكي سيادتك في اضطرابات كذا إلى آخره. لكن مع الوقت تبين أنه ماهوش تقدير مصلحة، هو اللي قاعد يدفع في الأطراف السياسية اللي قاعدة تحكم بغض البصر للتغاضي عن الفساد، وإنما هو تواطؤ على الفساد.
وأعيد نفس الكلمة ونفس الجملة، هناك تواطؤ واعي ومقصود لكن لحماية الفساد ولحماية الفاسدين من طرف المنظومة اللي هي موجودة الآن. وكما قلت المستقبل تو يتكشف على كثير من الملفات. لكن كيفاش نقاوموا؟ لكن الفساد هذايا تجاوز مرحلة الفساد في الإدارة ولا حجم الفساد في الإدارة، ولا مفهوم كلمة الفساد يضم زادا السوق الموازية وظاهرة التهريب اللي ظهرت واللي اليوم ممكن نوسع المفهوم أستاذة، ما عدناش نجمو أن نحد نعملوا تعريفات ومحددات. صحيح هو كله مظاهر فساد، لكن احنا نقصد هنا الفساد الإداري والمالي. أنت تعتمد التهريب أيضا مشكل وهو مظهر من مظاهر فساد أيضا، ويتفتح عليه ملف ونتحدث فيه. من الأول اعتمدت لو رابور نتاع البنك مونديال، ولو رابور نتاع البنك مونديال كيف يحكي على فساد يضم فيه اي صحيح التهرب والتهريب ايتترا. دونك خلينا نقعدوا فرد، ما حكيت من الاول انت اول ما بديت مداخلتك بالمنهجيه، دونك نقعدوا نعتمدوا نفس المنهجيه ونكملوا هكذا. انا اعتمدت في عنوانه، قلت راهو الرابور يقول راهو منظومه الحكم، راهو الناس اللي عاملين توافق سياسي في البلاد هم اللي قاعدين يحميوا في الفساد ويغطيوا على الفساد. هذا في نرجع ان الموضوع اولا المفتاح والمدخل لكل هذا هو الاراده السياسيه والرساله التي يجب ان تخرج من اعلى هرم السلطه. للأسف إلى حد الآن قعدنا ننتظر فيها سنتين ولكن ما خرجتش الرسالة هذه، وما خرجتش ولا حتى مجرد إشارات غير مباشرة في هذا الموضوع. بالعكس احنا نلقاه الآن يعني للأسف مسؤولين موجودين في الدولة في مناصب معينة في مواقع معينة، ولكن هؤلاء المسؤولين متعلقة بهم قضايا، وهذا أثير في تشكيل الحكومة تاع سي حبيب الصيد، ثم أثير مرة ثانية في تشكيل حكومة سي يوسف الشاهد. نعبر عنه سيد يوسف الشاهد في علاقة أنه أولوية حكومة ستكون مكافحة الفساد، ألا يكفي ذلك؟ ما تعتبروش يقدم مؤشرات؟ أولاً شوف راهو عندنا مشكل في تونس للأسف، يعني احنا في تونس عندنا وزير اول ما عندناش رئيس حكومه. خلينا نقول احنا الدستور ماناش مطبقينه ورانا في تونس. احنا في مرحله الترويكا رغم كل الاختلاف وكل النقد اللي كان موجود، لكن كان ثم ثلاثه رئاسات في تونس، رئاسه مجلس تاسيسي ورئاسه حكومه ورئاسه جمهوريه. كما قلت رغم نقدي كله للمرحله هذيك، ولكن كانت ثم مؤسسات وكل مؤسسه تتحرك في اطار صلاحياتها. احنا الان راه ما عندناش هذا في تونس. هذا المواطن العادي قاعد ان اليوم ننقل في ضمير المواطن العادي، راه جزء من كلامي هو نقل صوره في الواقع. اليوم احنا عندنا رئيس جمهوريه وعندنا وزير اول، بالتالي كل ما يقوله الوزير الاول لا قيمه له اذا لم يصدر على رئيس الجمهوريه. لا قيمه له واقعيا، لا قيمه له اذا ما ثماش اراده قويه من رئاسه الجمهوريه في اتجاه أنه إحنا اليوم معركتنا وأولويتنا الأولى هي مقاومة الفساد. هذا ما شفناشه إلى حد الآن، وبالتالي كل كلام رئيس الحكومة لا يعدو أن يكون مجرد نثر لا قيمة له واقعيا، وهذا مشكل كبير. الإرادة السياسية مهمة جدا. المسألة الثانية اللي مهمة أنه نمشيو فيها هي موضوع الشفافية والحكم الرشيد. شنو اللي معطلنا إحنا اليوم على أنه نطبقوا معايير الحوكمة في إدارتنا؟ شنو اللي معطلنا اليوم؟ علاش اليوم إلى حد الآن ما دخلناش في خطة إصلاح إداري حقيقية تطبق معايير الشفافية والحكم الرشيدة؟ ما ثماش الأصل فيه، ما ثماش حتى عائق في هذا. المسألة الثالثة هي النفاذ للمعلومة اللي رغم القانون، ولكن لحد الآن إن شاء الله ثم الحقيقة بعض المؤشرات الإيجابية. الوقت ما بقاش برشا. اليوم مثلا رياض الشعيبي أنه كتلة النداء والنهضة أسقطوا قضية النفاذ للسر البنكي، تعتبر ذلك إيجابي؟ شنو تعلق عليه؟ والله أنا باش ما نتهمش النوايا في بشكل برق. أقول هو اختلاف في وجهات النظر. هناك من يعتبر أنه إسقاط السر البنكي سيؤثر على الاستثمار وبالتالي باش يخفض الاستثمار. هناك من يعتبر أنه هذا معيار من معايير الشفافية. اللي يحكم فيه هو السياق السياسي والاجتماعي اللي عايشين فيه. أي في هذا في السياق هذا كيف يقيم سيد رياض المسألة؟ في السياق هذا أنا أعتقد أنه مهم جدا في ظل الحرب على الفساد أنه يتم رفع السر البنكي، ورغم ذلك سقط الفصل هذا. سقط للأسف معنا. سيد ريم بإيجاز. رفع السر البنكي اليوم لا لوفي دو بوكليي اللي صارت ضد القانون هذايا وإسقاطه بالطريقة هذيك نعتبره تقصير من رئاسة الحكومة في تقديمها للميزانية، على خاطر كانت تنجم تحط الأطر اللازمة باش تنجم توفر أكثر نجاعة باش كونه للقانون هذا باش تنجم يتعدى. وهو لو كانت تعدى كانت تنجم تكون إشارة إيجابية جدا للمستثمرين باش يحس اللي هوني فما دولة مستعدة
تحارب الفساد. كما قالت رياض مقبله النيه ما فماش، النيه منعدمه ما فماش، قعدنا باقي في النثريات في هاو باش كما قلت لك مقبله هاو تو نعملوا هاو تو يجي، لكن لليوم ما فماش. واضح. خلينا نختم معكم سياسه لغالب. سيد رياض، انت معناها حزب البناء الوطني هو تقريبا تاسيس خارج عن اطار التجربه، كانت حركه النهضه وفي مواقع متقدمه، كنت في وقت من الاوقات رئيس لمؤتمر النهضه ما قبل الاخير. يعني اليوم باش متجهين في اتجاه اللقاء الجبهوي مع حراك تونس الاراده، مع التيار الديمقراطي، مع حزب المؤتمر، او باش تبقاو في اطار الهويه الخاصه بالتنظيم؟ اولا هو حزب البناء الوطني جاء بناء على مراجعات فكريه وسياسيه، ولم يكن مجرد خروج تنظيمي او انشقاق تنظيمي، ولذلك الارضيه الفكريه والسياسيه للحزب كانت مختلفه على مدرسه الاسلام السياسي والحركه الاسلاميه التقليديه، واحنا نعتبر انفسنا حزب وطني اجتماعي، ليس لنا اي صله بالاسلام السياسي. علاش علاش الاجابه اليقينيه وقت اللي قلت لك ندمت؟ قلت لي ابدا. طبعا، لانه قلت هو مبني على مراجعات فكريه وسياسيه، يعني وقت اللي تكون قطيعه تنظيميه ثم امكانيه عوده في اي مرحله من المراحل، لكن هو هذه فيه مراجعه. انا اليوم ان شاء الله في مناسبه قادمه نعطيك بعض ادبيات الحزب حتى يبدا مفهوم هويته. احنا اليوم قمنا بمراجعه عميقه على مستوى الافكار اللي رأوها رافعة لأي مشروع وطني اجتماعي في البلاد، وبالتالي نعتبر أنفسنا بعاد كل البعد على مدرسة الإسلام السياسي وما عندناش بها حتى علاقة. واضح. فلذلك مثلا إمكانيات الالتقاء الجبهوي، إمكانيات الالتقاء الجبهوي احنا قاعدين ننحتوا في مشروع ذو هوية مستقلة وخاصة به. الالتقاء الجبهوي طرحناه الحقيقة من قبل حتى الانتخابات الأخيرة، وكنا ديما سعين في أنه لابد من التنسيق ومن التقريب، لكن هذا لا يتناقض مع ذاك. احنا بصدد بناء كيان سياسي مستقل ذو هوية سياسية مستقلة متميزة في الساحة، ولكن هذا ما يمنعش أنه نتحاور مع بقية الأطراف السياسية. واضح. من أجل النضال، من أجل مهام مشتركة في هذه المرحلة. سيد دريم، العائلة الدستورية وكثرة المشاريع، ها مشروع سي منذر الزنيدي، ها سي كمال مرجان، ها وكذا، يعني أنت كأحد الوجوه الفاعلة ضمن الإطار الحراك هذا الدستوري بين قوسين، ما زلتوا تأمنوا بإمكانية التوحيد هذا؟ والله ايش باش نقول لك، المساعي عديده ومتعدده، لكن يا حبذا لو كان نرتقيوا بالفكره نتاع التوحيد، كودي ما عادش نتوحدوا حول شخص لكن يتوحدوا حول مشروع. احنا مشروعنا في حركه الاستقلال التونسي مشروعنا واضح، هو استكمال البناء للدوله الحديثه والمشروع الحداثي. رأيتنا هي استقلال القرار الوطني والسيادة الوطنية، لكن عنا النقطة مناش قابلين نتنازلوا عليها، هي وجوب فصل الدين على السياسة. يزي ما ضرينا بالدين وضرينا بالسياسة. اي ولكن هذا كله كلام جميل وكذا، لا مش كلام جميل، لكن ما يقولكمش انكم باش تقعدوا هكا حجم صغير مجرد كذا في الوقت اللي امكانيات العمل المشترك كل واحد موجودة. اليوم مازالوا في اطار الاناء المتضخم والمنفلت. وقت اللي نعاودوا يرجعوا اللوطة شوية توا نلقاو حلول. ريم مورالي، شكرا جزيلا على الحضور. الأستاذ رياض الشعيبي من عام حزب البناء الوطني، شكرا جزيلا على الحضور. نمشيو الفاصل الإشهاري ونستألفوا بقية مواضيع برنامجنا.